مساء الخير عليكم مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج دردشات بلوجرز. اليوم يوم مميز جدا، ضيفتي بالاستوديو إنسان مميزة وعرفت بعملها وإتقانها لشغلها الناجح جدا. معنا اليوم بالاستوديو دكتورة حنين عوض. مساء الخير دكتورة. مساء الورد، أهلا. كيف الحال؟ الحمد لله. اسمحي لي أنا أعرف المشاهدين عنك. طبعا. طيب، بداية دكتورة متخصصة بالتجميل غير إجراحي للأسنان والفك، خريجة من الجامعة الأردنية والأكاديمية البريطانية، وهي أيضا أم ومدونة على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام. دكتورة حنين بدأت مسيرتها على الإنستغرام وتحقق تأثير عالي جدا وحب كبير وعلامة فارقة بين الدكاترة حواليها لإتقانها في عملها وشغلها المزبوط غير التجاري أبدا. مساء الخير دكتورة. مساء الورد، كيف الحال؟ خجلتيني. يعني صراحة هذا تعرفي، لما أجيت أسأل عن دكتورة حنين ما فتحت أنا أدور، سألت اللي تعامل مع دكتور حنين، سألت ناس معروفة وناس مش معروفة، حكوا لي عملت والله أسناني كذا عند دكتور حنين، سألتهم حكوا لي بداية عن التعامل الراقي، عن التعامل بضمير، عن الإنسانة اللي همها تشوف شغل حلو، نتيجة حلوة ومرضية، مش همها يعني أعمل وكم رح أخذ والباقي خلص. الحمد لله. الحمد لله. يعني أنا جدا سعيدة فيك اليوم بالاستوديو دكتورة حنين. دكتورة احكي لي عن بدايتك، كيف انت قدرتي تدخلي، انت عارفه طبعا هلا دكاتره الاسنان معبيين البلد، صحيح، واكثر من اكثر التخصصات اللي فيها عندنا احنا كثافه عاليه من الطلاب والمتخرجين طب الاسنان. كيف دكتوره حنين اثبتت حالها وعملت لحالها علامه فارقه بين الناس اللي حواليها؟ يعني انا هذا السؤال صراحه اكثر شيء بنساله من الخريجين الجداد، الأطباء الأسنان أو طبيبات الأسنان، إنه دكتورة كيف نتميز؟ لأنه زي ما أنت حكيتي في عنا عدد ما شاء الله كبير من الأطباء، وصدقيني في كتير مميزين، يعني ما شاء الله تبارك الله إحنا مميزين، إنه أوكي في عدد كبير وفعلا كلهم يعني أو معظمهم شاطرين وبتقنوا عملهم، بس كيف أنت تتميزي؟ أنا بالنسبة إلي كحنين أكثر إشي كنت أركز عليه إنه ما أطلع لا يمين ولا شمال، أنا كنت حاطة قدامي شغلة وكنت عم بسعى لها. يمكن تميزت بشغلة واحدة، إنه أنا والله يعلم أنا بتهمني في البداية مصلحة المريض مش مصلحتي، وهذا الإشي صدقيني أول عن آخر برجع لك صح. يعني المادة إشي كتير مهم بحياتنا، ومعظمنا بيشتغل عشان يكون مكتفي ماديا وما يحتاج أي حدا، بس هي مش الأولوية الأولى. الطبيب أول عن آخر هو إنسان، ولازم تكون أولويته الأولى مصلحة المريض من ثم إنه يكسب مادياً. هلأ أنا دائماً شو اللي بقوله، بقول إحنا بنطلع على الكم بس إحنا بننسى إشي أهم اللي هو البركة. ممكن أنت تكسب أقل من الكثير من اللي حواليك، بس ربنا سبحانه وتعالى يعطيك البركة تنجز بهذا الكمية القليلة أكثر من الناس اللي بتربح أكثر. فهذا هو يعني أقول لك والله هذا اللي أنا حطاه في بالي من أول ما فتحت المركز تبعي، وأنا كنت بالسعودية وبعدين إجيت هون. لما إجيت هون كنت كثير خايفة، وبس إجيت الكل قال لي أنت مجنونة، يعني أنت عم بتخاطري، تعرفي احنا كمغتربين وضعنا بيكون برا مستقر. لما تيجي انت تفتحي يور اون بزنس في مكان انت مش معروفه فيه، التحدي كثير. بس انا كنت حاطه بين عيني انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر، كنت انا وزوجي فتحنا المركز وقلنا يا رب، يعني كان فاميلي بزنس وما في حدا لكم يعني لا ثالث لهما. يعني الحمد لله. احنا بقول لك اعتمدنا على هذا، انا ثالث الشريكين، احنا قلنا انا وياه وربنا سبحانه وتعالى هو الشريك الثالث. ما شاء الله. ومن اول يوم فتحنا اجانا زباين من اول ما يوم. ما شاء الله. يعني لهلا بنصلوا المركز، صار لنا من 15/6/2014. ما شاء الله. واليوم احنا بتقريبا بشهر 4/2021، يعني تقريبا 7 سنوات. نعم. وانتم بتقولي انه من اول يوم، والزباين يمكن من اول يوم لليوم في تواصل، في منهم بيضل لهلا يعني احنا متذكرين اسم اول مريضه دخلت عنا على المركز، لهلا متذكرينها ومتذكرين شو عملنا لها، وبتذكر حتى حسابها كان 50 دينار بس دفعتهم. طلع علي زوجي قال لي هاي ال50 تسوى كل سنين الغربه اللي عشناها برا. ما شاء الله تبارك الله. طيب بما انه هيك حكيتي زوجي، فانا بدي اسلط الضوء على جانب الزوج بحياة المرأة بشكل عام، سواء كانت على السوشيال ميديا، سواء كانت أم، سواء كانت بعملها، كيف ممكن أو كيف تأثير الزوج كإنسان كسند كدعم لزوجته؟ شوفي أنا دائما بقول الزوج هو
يعني الأهل إلهم دور، الشخصية إلها دور، بس الزوج من أهم الأشخاص اللي بتدعمك بترفعك أو بتنزلك. أتوقع لأنه إحنا البنات أو الإناث بشكل عام مشاعر وعاطفة، بالضبط. فبتلاقينا متأثرين بالشخص يعني اللي إحنا عاطفتنا بتميل إله كتير. يعني أنا بقول له لما أوقع بمشكلة، أمي بتحاول تهون علي، صحباتي بيحكوا معي، ما برتاح ولا بهدا غير لما هو يقول لي إنه خلص حني توكل يا الله، يعني شو صار، إيش أكثر إشي ممكن يصير، بس هو يحكي معي بهدا. يعني أنا بعتبره أهم داعم وسند إلي في الحياة بعد ربنا هو زوجي. ما شاء الله، يعني إيش بتحكي له طيب دكتورة حنين؟ الله يخلي لي إياك. آمين. هاي أكثر يعني كلمة دائما. طيب ما شاء الله دكتورة حنين، قدي عندك أولاد؟ عندي ثلاث بنات. عندي نور 12 سنة، وعندي زين 6 سنوات، وعندي هيا 7 شهور، وهلأ أنا حامل بالرابع. ما شاء الله ما شاء الله. طيب احكي لي دكتورة، الأمومة بحياتك معناها؟ الأولوية الأولى. الأولوية الأولى أهم إشي. يعني أنا دائما بحكي صحيح إنه المرأة قدرت تثبت حالها بأكثر من مجال وقدرت تبدع، بس دائما بحكي إنه الدور الأهم والأسمى للمرأة اللي هو الأمومة. الأمومة. نعم. ومين أقرب وحدة فيهم لشخصيتك تفكير؟ لشخصيتي زين اللي بالنص. زين الوسطنية. الوسطنية. بس هاي الفكرة دائما الوسطنية أكتر وحدة بتغلب. يعني دائما. هي فعلًا هيك. أنا بكر أهلي بس هي أكتر حدا قريب لشخصيتي. طيب بدايتك على الإنستغرام كمدونة. كيف بلشت؟ يعني أنا ما بلشت كمدونة، أنا بلشت على الإنستغرام لما كصفحة شخصية عادية أنزل صور بناتي، أبعث لأهلي لصحباتي. يعني ما كنت عارفة إنه في إشي اسمه private public، قلت خلاص. تعرفي بال2012 كان الانستغرام إشي كتير بسيط. يعني أنا صراحة بلشته، أنا كنت في السعودية أدرس في كلية لطب الأسنان، فبلشت بالانستغرام عشان أقدر أتواصل مع طالباتي. حلو. بداية هذا كان الهدف الأساسي، وبعدين صرت أنزل عن المركز تبعنا، بعدين بلشت أصور حياتي الشخصية. صدقي او لا، كثير ناس قالوا لي، انا كنت انزل عادي اوفيشال بوست، بعدين اكثر من حد صار يقول لي انه حنين خلي الموضوع شوي شخصي رح تقربي للناس اكثر. فصرت انزل عن حياتي الشخصيه وعن بناتي وعن يومي بشكل عام، مش بس عن العياده. دكتوره احكي لهم كم عمرك؟ ما شاء الله. طبعا يا جماعه، يعني انا شو حكيت لها؟ قلت لها دكتوره استلميني من هلا. دكتوره قد ايه عمرك؟ 37. قديه أنا طبعا للعلم يا جماعة، تاني ضيفة ورح أحكي الضيفة الأولى مرام الزعبي ودكتورة حنين فقط اللي حكوا عمرهم على الهواء فقط، والبنات الصغار 23 كذا، الباقي كلها يعني قبل الهواء بالهواء. أصلا أستحي أسألهم، يعني ما أسأل عن العمر، ما تسألي الست عن عمرها وعن وزنها. بالضبط. وكمان شغلة جديدة طالعين فيها إنه ما تسألي عن راتبها. تخيلي إنه عمرها وزنها. بالضبط. فيعني ما شاء الله 37 سنة، كيف الوحدة بتحافظ؟ هلا أنت بما إنه المجال يعني عاطي الخبز لخبازه. بالضبط. هي عم تسألني قبل الحلقة بتقول لي إنه دكتورة ما شاء الله عندك، يعني بس أنت مو عاملة إشي. قلت لها أنا عاملة شغالي بحالي 10 بلدي. 10 بلدي. يعني عاملة كل إشي، ويمكن متابعيني على الإنستغرام بيشوفوا لأني أنا بعمل كل إشي على اللايف. يعني يعني بحقن حالي مباشرة عشان أورجيهم أول شيء إنه طالما أنا بنصحكم بإشي أنا بنصح حالي فيه. ثاني إشي إنه الأشياء اللي بنعملها مش مخيفة لهاي الدرجة، وبورجيهم إنه إحنا we can handle. أنا أشتغل هاي البروسيجر كبوتوكس وفيلر لأنه معظم الناس بتجنبوها لأنه بخافوا تطلع مش طبيعية. أنا بحاول أثبت للناس إنه أنا بقدر أشتغل هاي الشغلات بطريقة طبيعية ما أبالغ فيها وتعطي نتيجة حلوة. ما شاء الله. طيب دكتورة احكي لي كيف، ايش معنى شغالة بحالي 10 بلدي؟ يعني بشتغل بوتوكس فيلر إبر نضارة للوجه. أنا دائما بقول للستات إنه مش غلط نشتغل، بس صار هوس لبعض الناس. بس أنا شوفي، أنا أكوردينج للنتائج اللي بطلعها، اللي بيجوا عندي هم بيرغبوا بهاي النتائج اللي هي الطبيعية اللي مش مبالغ فيها. الناس اللي بيحبوا المبالغة، في دكاترة بيحبوا المبالغة برضو. سبحان الله، إحنا شغلنا يعني أنا دائما بقولهم رسم. فاللي بيحب الشغل الظاهر في دكاترة بيحبوا هذا الشغل، واللي بيحب الإشي الناتشورال في دكاترة برضو بيحبوا الشغل الناتشورال بالبوتوكس والفيلر. فأنا ما بحب المبالغة. بداية بحس إنه التجميل الترك الأشطر إنك ما يبين. انا هذه وجهه نظري طبعا، انه الشطاره انك تشتغلي وما حدا يعرف انك عامله فلر بالخدود او بالشفايف، الشطاره انك تعملي بوتوكس وما حدا ينتبه،
بيقولوا لك محلوه بس مش عارفين ايش انت عامله. انا لما يحكوا لي يرجعوا مريضاتي ويحكوا لي هاي الكلمه بكون بقمه سعادتي. رح نكمل معك دكتور على هذا الموضوع وندخل على هوس البنات والسوشيال ميديا، بس بدنا نروح مع بعض فاصل صغير ونرجع لكم، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا مع دكتورة حنين لنكمل هوس البنات وعمليات التجميل، أو خلينا نحكي التجميل بشكل عام، لأنه العمليات تحسي إنها كلمة فيها جراحة. صحيح. بس أنت شغلك إشي بعيداً جداً عن الجراحة، إبر إشي صغير يعني ما ببين بالوجه. بس مثلاً أنا باجي كبنت بقول بيكون في حاجز دائماً بين البنت وهاي الأشياء، إذا انكسر الحاجز خلص تتعود. في حد تمام، في حد وفي بحس عمر معين، في نوع بشره معين، في يعني في بنات بتلاقيهم 25 بيحتاجوا ابر نضاره وابر يعني بوتوكس فيلر، في بنت لا بتحسي انه لسه بيكون على عمليات على جسمها الهرمونات التغييرات اللي بالجسم تختلف من بنت لاخرى. صحيح. بس في بنات بوصلوا لدرجه الهوس. نعم. انت كدكتوره ممكن بيوم من الايام تيجي عندك بنت وتقولي والله انه تفكري تفكير انه لا انا صح رح اكسب فلوس منها، بس انا لا حرام تعمل هذا الحكي. هلا اولا عشان احدد اذا بدنا نشتغل بوتوكس وفيلر او لا، في عده عوامل مش بس العمر اللي بيهمني. يعني زي ما قلتي في بنات بيجوني ب 25 وهم بحاجه، وفي ستات احيانا بيجوني 35 سنه ومش بحاجه تعمل اي شيء. العوامل في الجينات، في عندي اللايف ستايل، في عندي التارجت او النتيجه اللي بدها اياها هاي المراجعه. تمام. هلا زي ما قلتي في كل شيء في الدنيا كل إشي بزيد عن حده بقلب لضده، وكل إشي سلاح ذو حدين. يعني أنا إذا استخدمت هاي المواد بالطريقة المثلى في المكان المناسب وفي الكمية المناسبة بناخد نتائج كتير حلوة، ولكن لما الموضوع يزيد عن حده بيصير تبشيعي وليس تجميلي. وأنا هاي الكلمة دائما بحكيها لمراجعاتي. زي ما قلت لك هلأ السوشيال ميديا كتير عم تخدمنا، عم بتخلينا نستهدف الناس اللي هم يعجبهم شغلنا. يعني انا الستات لما قبل ما يجوا عندي بيقدروا يشوفوا النتائج اللي انا بقدمها للمراجعات عندي من طريقه الرسمه وطبيعه الشغل قبل ما يجوا عندي، فما بيغلبوني، هم اوريدي جايين وشايفين شو النتائج اللي انا بعرضها قدامهم ورغبانين فيها. وفي يعني اذا بتصدقيني كتير بنات بيجوا عندي رغبانين يعملوا شغلات وبروحهم، بتروحي انت مش في حاجه، بدري عليك، بتقدري تستني شوي على حالك. بتيجي بدها تعمل اكثر من شغله بنختصرها بشغله واحده. والدكاتره دكتوره حنين، الدكاتره صاروا ياخذوا لا طبعا ما بقدر. ما بس اللي صاروا ياخذوا المهنه ك خلينا نحكي تجاره، عرفت علي؟ اقول لك شيء، انا بضلني اقول الخير باق فيي وفي امتي الى يوم الدين. لما اشوف احيانا النتائج بقول بدعو ربنا انه يكون جهل وليس عن قصد، يعني هو ما بيعرف وليس متقصد انه يؤذي المريضه وياخذ منها فلوس، دائما بدعي هذه الدعوه. في النهايه زي ما قلت لك احنا بنحاول ننشر الوعي، يعني اذا انت حابب تحول مهنتك والرساله الساميه اللي ربنا اختارها لك لتجاره، فانا من واجبي ادافع عن مهنتي وانشر الوعي بين البنات. انا هذا دائما بعمله على السوشيال ميديا، بقول ربنا سبحانه وتعالى خلالي صوت يوصل لعدد لا بأس به من البنات، لازم أوعيهم، لازم أقولهم إنه مش لازم كلنا نكون نسخ عن بعض، مش لازم كلنا تكون أسناننا صف وبيضة، مش لازم كلياتنا نكون عنا خدود وشفايف وما عنا ولا خط تجاعيد. إحنا نقدر نحسن، نعمل إمبروفمنت للوجه، ما نقلبه ولا نغير من الملامح. هذا ندخل على موضوع البلوجر، يعني إنك أنت عم بتدوني أو بتكوني إنفلونسر، هلأ أنت هيك مؤثرة. كيف مؤثرة؟ هو. مؤثرة بطريقة توعية البنات. صحيح. على عمليات التجميل ومتى الحاجة إلها. فأحكي لي كيف الواحد بيقدر يكون فعلا اسمه مؤثر ناجح، لأنه أنا كثير بشوف ناس تحت مسمى مؤثر وإنفلونسر وأنا مؤثرة وتيجي تعرف، طب بعدين لما نسألها بتلاقي إنه ما في يعني محتوى، ما في تأثير إيجابي. فأحكي لي كيف الواحد بيسمي فعلا نفسه مؤثر بشكل ناجح. يعني أنا ما بدي أقول عن حالي مؤثرة، أنا بقول أنا كطبيبة واجبي أنشر الوعي. كطبيبة الإشي اللي تعلمناه واللي تخرجنا لأجله لازم يكون يعني أقل واجب، أقل واجب إنك تنشر الوعي بين الناس
كيف يختاروا؟ أنا مش بس بجذب المرضى لعندي، أنا دائما بحكيها وصدقيني بحكيها بالعيادة مش بس على السوشيال ميديا، بقول للمريضة اللي بتيجي عندي فرضا بالبوتوكس بقولها سواء أنا رجعتي عندي أو رحتي عند غيري ما تكرري بأقل من 6 أشهر عشان ما يصير عندك مقاومة له. فرضا حبيتي تعملي عندي أو عند غيري ما تعملي اللون الفاتح كتير، لأنه اللون الفاتح كتير رح يطلع فيك ورح تضطري تغيريه بعد كم سنة. يعني هذا أنا صار في تراست بينك وبين المتابعين، الحمد بينك لله. وبين الحمد لله أنا في عندي متابعات بقطر بالسعودية بالإمارات بيجوا بسألوني دكتورة شو رأيك بالمادة الفلانية بدنا نعمل عند الدكتور هاي الشغلة، بحس هاي يعني من الثقة إنه سواء إجوا عندي أو عند غيري عم بسألوني برجعوا لي بالبروسيجرز. ما شاء الله. طيب سلبيات وإيجابيات شهرة، يعني أنت كإنسانة حياتك خلينا نحكي فيها بوبليك وفيها أكيد محافظة أتوقع، يعني أنا بعرف الشخصية من لما أقعد معها من أول 10 دقايق هي حدا بحافظ على البرايفسي بحياته ولا لا، بتعرفي البوبليك وعادي ويلا وتصوير أي إشي وكل معلومات الدنيا بتلاقيها عند المتابعين. فأنت كدكتورة حنين بالنسبة إليك إنه إيجابيات وسلبيات إنه أنا والله معروفة أو أنا مشهورة بمحيطي؟ يعني الحلو انا بحكي بالسوشيال ميديا انه انت بتقدري تتحكمي ايش الجزء من حياتك اللي بدك يكون اكسبوزد للعالم. يعني انا بقدر اتحكم انه اصور كل شيء بحياتي وكل جوانب حياتي، بناتي، زوجي او الناس اللي حوالي، او ما اصورهم. يعني اذا بدنا نقول سلبيات، للاسف الشديد في اصحاب نفوس ضعيفه بيستغلوا هذا الموضوع لمصالحهم، الله يكفينا شرهم دائما، ولكن انا بحمد ربنا دائما، بحمد ربنا انه صحيح عندي عدد كبير بس صدقيني هدول الناس اللي عندي كلهم بعتبرهم من عائلتي. يعني من النادر جدا اني اتعرض لمواقف ممكن تاذيني نفسيا او تضايقني، وانا بحاول قدر الامكان انه ما اعرض اي مواضيع شائكه او تحتمل الكونفليكتس عندي بعيدة عن اثاره الجدل جدا. يعني في ناس بيحبوا اثاره الجدل لي التجميع، انت عارفه اكيد طبعاً. انا بحاول اتجنب هذا الموضوع لاني انا بطبيعتي أدي بحس حالي قوية الشخصية وهيك، بس أنا بطبيعتي إنسان كتير حساسة، يعني أنا ما بتحمل الانتقاد، ما بتحمل الهجوم، بيضايقني بيأثر علي فعلا. فبحاول قدر الإمكان أبعد عن المواضيع المثيرة للجدل، بحاول أخلي رسالة السوشيال ميديا تبعتي رسالة تنم عن شخصيتي ونشر الوعي الطبي في المجال اللي أنا بشتغل فيه. مر عليك أوقات أنه أنا خلاص بدي أسكر الحساب على الإنستا بسبب مسج، بسبب انتقاد، بسبب تعليق؟ موت عبد الله العمري. عبد الله العمري هو مريضي من 2018، ولما عرفت الخبر تبعه حسيت انه الدنيا تافهه والسوشيال ميديا جدا تافهه ما بعرف، حسيت انه الاكسبوجر لحياته كثير كانت احدى الاسباب يمكن اللي خلته يتعرض لهذا الموضوع. كثير اثر علي، كثير 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 هذا الموضوع جدا اثر علي، وبعدت عن السوشيال ميديا يمكن 3 أسابيع لغيت هاي. بس كان في مسجات من ناس انه دكتورة انت لك طاقة ايجابية واثر ايجابي في حياتنا، هذا اللي خلاني اكمل. عبود العمري اثر علينا احنا كشباب كمان باعمارنا، لانه صرنا الواحد صار يراجع حاله، انا شو الرسالة اللي عم بتوصل، شو بالضبط شو الرسالة؟ طيب انا بنزل اشي ممكن يكون فياته ذنوب، ممكن يكون فياته سيئات، لانه انت بتعرفي انه احنا بنموت بس اللي بتركينه ورانا بضل، تحديدا احنا كمدونين على السوشيال ميديا، انت صفحتك انت بالضبط رساله، بدك تكون تارك اثر ايجابي ولا تارك اثر لا يكون يعني شاهد عليك ولا شاهد لك عند ربنا. صحيح. فهو اثر علينا احنا يعني صراحه، وانتم يعني اكيد اثر عليكم كقلوب امهات بالنهايه. انا هذا الشاب من اكثر الناس اللي ساعدني ببداياتي بالسوشيال ميديا، كان يجي عندي على العيادة يقول لي دكتورة أنت زي أختي الكبيرة، كتير كتير أثر علي. أنا صراحة اللي خلاني أرجع للسوشيال ميديا وأرجع يمكن بنظرة تانية للسوشيال ميديا، مسج وصلتني قالت لي دكتورة لمين بدك تتركي السوشيال ميديا؟ تروحي لمين؟ لمين تركها؟ مين بده يأثر على أولادنا والأولاد الصغار؟ أنا قلت يمكن كيف كانت شخصيته عبود العمري؟ كيف يعني بدي اقول لك؟ يعني مستحيل يجي الا لما يجي يروح عندي اقول له خلص عبود صار خدودي وجعوني قد ما كان يضحكني. حكى لي كلمه، شفتي لما قلتي لي على السوشيال ميديا، هو كان لما اروح واضلني احكي معه يقول لي دكتوره هاي الشخصيه لازم تطلع على السوشيال ميديا، مش اللي انت. انا كثير كنت اتوتر، مستحيل اعمل لايف، مستحيل اعمل فيديو، كان يقول لي دكتوره انت لو طلعي هاي الشخصيه على السوشيال ميديا رح تكسر الدنيا، لانه الفكره النمطيه اللي ماخوذه عن الدكاتره انهم تف وما بيمزحوا ومش قريبين من الناس، فقال لي لازم تطلعي هاي الشخصية للناس. هو أكثر واحد شجعني إني أطلع على السوشيال ميديا وأحكي مع الناس وأتقرب منهم شخصياً، يعني مش أمسك السوشيال ميديا لوسيط بيني وبينهم. ما شاء الله، الله يرحمه ويغفر له.
دكتورة يعني شوفي، احنا حكينا انه اول حدا بيحكي عمره كمان على الهواء، وكمان شغلة انه كل اللي كنا نجيب يجوا من الضيوف يقول لك لا اسناني وبديش اكل شوكولات، فاحنا جايين نخرب لك اسنانك على الهواء. مش مشكلة. ايش الشوكولات المفضلة لك؟ والله انا بحب كل شيء. كل كل الشوكولاتات انا بتاع كله. طالما في حدا يصلح الاسنان فاحنا بناكل من غير ناكل حساب. من دون شيء. بس طبعا انتي ملاحظه انه احنا كرتون وملتزمين بالاوامر، يعني عشان الظروف الراهنه برضو كورونا، اثرت كورونا صح ولا لا علينا نفسيا نفسيا هو اكثر شيء صراحه. بالضبط. كنا سعيدين كثير فيكي دكتوره اليوم، يعني نورتينا بالاستوديو، اخذنا منك معلومات كثير. كنتي انسانه لطيفه خفيفه الدم يعني صراحة، سواء على قدام الكاميرا أو من خلف الكاميرا. وحدا يا جماعة صدقا يعني لمست إنه اللي بتخاف من الله، اللي بيخاف عفوا من الله ما تخاف منه. فأنا لمست هذا الإشي وجوده عند الدكتورة، يعني ما شاء الله، يعني شهادة مجروحة أكيد فيكي دكتورة حنين. مجوهرات العمود يحبوا يقدموا لك هاي الهدية كعربون شكر ومحبة منهم إليك لجيتك عنا على الاستوديو. يعني شكرا كثير أكيد لمجوهرات العمودي، وكمان لعطور كارم غوانا غين، اكيد هو معناه بالفرنسي غوانا غين، وبالعربي الملك والملكه. هو كان برضه هيك عشان تشمي العطر تحكي لنا رايك فيه. سلم ايديكم، شكرا جزيلا وشكرا على الاستضافه. وصدقيني انا ما حسيت بالمقابله، حسيت حالي قاعده مع صاحبتي وعم نحكي دردشات. يعني هاي شهاده بعتز فيها. شكرا كثير لك، شكرا وعطور كارم، وشكرا كمان لمجوهرات العمودي. مشاهدينا لا تنسوا انكم تدخلوا على اللينك بالوصف لقناه محبوبه على الانستغرام وتشاركوا بالمسابقه اللي بتجنن. بس تعملوا فولو لثلاثه او 3 اكونتس موجودين بقائمه الفولوينجز عند صفحه محبوبه تي في. مني انا امل قطامي والدكتوره حنين عوض، لكم أكبر تحية وإلى اللقاء.